مارك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله من المرتقب أن تخرج وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعد اجتماعها يوم الرابع عشر من فبراير الجاري مع أعضاء اللجنة العلمية والتقنية بإجراءات جديدة تهم تحديد خطة أولية للتخفيف من التدابير الاحترازية بالمغرب بعد دخول المملكة مرحلة الاستقرار الوبائي وبالتالي انتقالها إلى المنطقة البرتقالية ووفق مصادر جريدة الأحداث المغربية فإن جائحة كورونا ستنتهي مع فصل الرابع الا ان الفيروس سيبقى حاضرا لذلك بات من الضروري تغيير خطه مواجهته نظرا لكون التدابير الاحترازية المتبع حاليا لن تنفع في المرحلة القادمة وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تخرج اللجنة العلمية بتوصيات من قبيل إلغاء إجبارية الكمامة والتباعد الجسد وعودة التجمعات الكبرى التي تفوق مئة شخص في الأماكن المغلقة على أساس استمرار العمل بجواز التلقيح ضد كورونا الذي يتضمن الجرعة الثالثة المعززة للمناعة ضد الفيروس